اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير عثمان حكم الحكم الدولي هيكون معايا طبعا في هذا الجزء من الجزء الاخير من حلقه ملعب الاهلي النهارده. هنتكلم عن الحالات التحكيميه الخاصه بمباراه النادي الاهلي ونادي وادي دجله. مبسوط وكنت قاعد عمال تقول لي مفيش حاجه تتعمل، مفيش حاجه. شوف الصوت الاولاني مش لاقي حاجه خالص. شوف بقى النهارده، خلينا نبدا مباشره بحالات اللي مع حضرتك. اتفضل هاتوا لنا يا جماعه يلا الحالات واحده ورا واحده كده. حكم الطاقم التحكيم طبعا بص، طاقم الحكام كان احمد الغندور، احمد حسام طه، هاني عبد الفتاح، وطارق سامي، وميدو سلامه، ومحمد عبد الحافظ حكم رابع. طاقم حكام خمسه دوليين، اهو الشاره بتاعت الفيفا محطوطه على التيشيرت. اوكي، ودي طبعا في بدايه المباراه. انا عاوز بس قبل ما اخش في بدايه المباراه يا كابتن اسلام، عاوز اقول لحضرتك تدريش مقدمات. لا لا لا، لازم مقدمه طيب. يعني مهمه ليا بالنسبه لي ان انا هنا جاي بحلل حالات تحكيميه، مش طبعا بحلل فرد، لان انا بالنسبه لي احمد الغندور اكتر حكم انا بحبه موجود هنا في مصر حبا من قبل ما يخش التحكيم. فالنهارده احنا بنتفرج على حالات تحكيميه، اللي حاله تحكيميه بنشوفها مالناش دعوه بشخص مين. تمام. النهارده المباراه كان في حوالي ثلاث حالات كلها اجاده لاحمد في الشوط الاولاني. تمام. دي الاهداف طبعا، ده الهدف الاولاني اللي احرزه النادي الاهلي. ما فيهوش اوفسايد ولا لا؟ لا ما فيهوش مشكله خلاص، احنا بنجيب الاهداف عشان نقول ان الاهداف سليمه، ما فيهاش اي مشكله. تمام. الاهداف سليمه. نتفرج عليها. لا ما لا، ثانيه واحده، الاهداف سليمه الاولاني. طيب يبقى الهدف الاول. بعد كده دي اول حاله في كان جاي واقف موقف تسلل قبل لعب الكره، وبالتالي احمد حسام طه رفع الراي، المساعد الحكم رقم واحد زي ما نشوفها، جاي واقف في موقف تسلل واضح جدا، ومساعد الحكم احمد حسام طه واقف مع اخر تاني مدافع. الكره اتشاطت، اتفضل كمل الكره. الكره اتشاطت، لو الكره رجعت من حارس المرمى وجت لاجاي يبقى هنا يعاقب كونه موقف تسلل. وكان قرار رائع طبعا من احمد حسام طه، ومشي معاه احمد الغندور طبعا، كان قرار سليم. دي اول القرارات اللي كانت في الحاله. بعد كده هنا في خطا سليم، احمد حسام طه حسبه مع مساعد الحكم هاني عبد الفتاح، في دفع واضح طبعا من لعيب النادي الاهلي. تمام، وخطا كان سليم. بعد كده دي الحالات بتاعت الشوط الاولاني. نقدر يا سمير نمشي بقى عشان الحاجات الجميله جايه دلوقتي. ده هدف جزاء لصالح النادي الاهلي بالظبط، احنا نشتغل عليها كلام كتير جدا. بس تمام، احنا بنتفرج على اللعبه اهي، حكم قريب، بعد كده حسب ركله جزاء، ممكن نشوفها في الاعاده عشان الكره دي بس هنقسمها. بص يا كابتن اسلام، خليك معايا في الكره دي. تمام، معاك والله. أوكي. انا معاك لا معاك سمير. بس 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 بعد اذنك يا سمير، هنا في دفع على لعيب النادي الاهلي رمضان صبحي. نعم. من الخلف. هنا ليه يا كابتن دفع؟ معلش خلينا واحده واحده. تمام، هو راجل جاي مندفع، ودي حركه ايد عاديه، يعني دي حركه ايد عاديه من رمضان صبحي. ليه يبقى هنا في اندفاع؟ نعيدها تاني. احتكاك مهاجم بالمدافع. لا هنا بص يا كابتن، هنا المدافع بص ايديه خرجت بره جسم رمضان. بص رمضان صبحي هتلاقي ايدي الشمال، بص لما كان خرجت اهي، شفت الخروج الايدين دي من جسم رمضان، خلاص بقى في دفع. يبقى هنا في ركره حره مباشره على النادي الاهلي. تمام، فهنا كان يجب على الحكم او الحكم الاضافي او الحكم المساعد الثاني، يعني الكره دي في ثلاثه مشتركين فيها، حكم المباراه ثم الحكم الاضافي والحكم المساعد الثاني هاني عبد الفتاح، لان واضحه للمساعد الثاني اقوى. خلي بالك الكره دي واضحه ممكن المساعد الحكم الثاني. لا بس هو كان تمركز الكابتن احمد غندور، ما هو ده برضو التمركز بقى لحضرتك. ما انا هقول لك حاجه، الكره دي مركبه. الكره دي مركبه، احمد ممكن ما يكونش دفع، شاف الدفعه بتاعت رمضان. بس هو شاف حاجه ثانيه، شاف ان رمضان تم اعاقته، عشان كده احمد حسب ركله الجزاء وهو مقتنع بيها تماما سليمه 100%. بس هو ما شافش الدفعه الاولانيه. يعني اللعبه دي يا كابتن اسلام متقسمه حالتين. اول حاله في دفع على رمضان صبحي، كان لازم الحكم يحسب ركله حره مباشره على رمضان. تمام، لو مش هيحسب، لو بقى شايفها مش ركله حره مباشره وبعد كده في اعاقه رمضان، فبعد ذلك حسب ركله الجزاء. فدي بدايتها. حتى مدافع وادي دجله لم يعترض. لا مش مشكله الاعتراض، لا دي ما فيهاش مشكله الاعتراض، يعني مش هنحكم عشان حد يعترض. يعني هنا خلاص ده احتكاك الاثنين، ايه بيعملوا فيه فايتنج على الكوره. تمام، ده خلاص عدى.
هنشوف بقى اللي بعده يا كابتن اسلام. هتلاقي رقم 4 بص هنا، دي الدفعه بتاعه رمضان. بص ايده طلعت، ايده رمضان طلعت، يبقى خلاص ركله حره، ركله حره مباشره. بعد كده طبعا اللي بعد كده طبعا في اعاقه لرمضان واحمد شافي اللي هي الجزء اللعبه الثانيه اللي هي ركله الجزاء، انما في بدايه اللعبه طبعا ركله حره مباشره. تمام، دي الكره الاولانيه اللي عملت جدل في المباراه. هي مش محتاجه، هي لعبه سهله برضه. تمام، نيجي بقى. دي لعبه سهله. تمام. نيجي هنا طبعا بعد كده هو حسب ركله حره مباشره سليمه على لعيب بتاع نادي وادي دجله واداله انذار، يعني قرار فني طبعا سليم، وطبعا عقوبه اداريه طبعا سليمه. تشويه طبعا بمنظر مش كويس، كان قرار سليم من احمد. واضح طبعا هنا في بيلعب باسلوب فيه اهمال، انما الانذار ما كانش بسبب الركله الحره المباشره، لا بسبب طبعا الاعتراض الغير مقبول اما مسك الكوره وحدفها في الارض، وده كمان قرار سليم من احمد ومساعد الحكم احمد حسام طه. تمام، بعد كده دي بقى الكوره بقى دي ممكن نلغي فيها البكره، يعني نرغي، لا نرغي ما عندناش مشكله. ما احنا ما انا يعني شفت طبعا الكابتن شريف عبد المنعم الحكم الدولي السابق قاعد مع كابتن احمد بلال واسامه. تمام، بص يا كابتن. نعم، اول حاجه الكره دي تمام. انا سمعت بعض الناس بيقولوا حاجات غريبه ان الحكم بيعاقب الشناوي لطلوعه، بيعاقب الشناوي. في ناس قالوا كده. طبعا الحكم ملوش دعوه خالص انه يعاقب لعيب ولا يعاقب مدرب، هو بيشوف حاله وبناء على هذا يحسب خطا او لا خطا. تمام، هنا انا من وجهه نظري انا يعني احنا بصينا برضو على اللعبه كذا مره. اوكي، ده هنا في كوره بين لعيب نادي وادي دجله ولعيب وحارس مرمى النادي الاهلي. تمام، انا شايفه من وجهه نظري، انا شايفه من وجهه نظري ده احتكاك عادي، الاثنين بيتنافسوا على الكوره. تمام، يعني ولا رجله من تحت ولا ايده من فوق. هي لو هتبص على رجله من تحت ممكن نرجع عليها تاني، نرجع عليها تاني. ماشي، بص احنا لو بصينا ان بص يعني 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 في بعض الاشخاص ممكن يقولوا رجله الشمال خبطه رجله اليمين. ده تمام، احتكاك طبيعي. انما ده احتكاك. هم الاثنين طالعين عادي. انا بس عاوز اعكس الكره دي يا كابتن اسلام، الكره دي لو ما اتحسبتش، لو ما اتحسبتش محدش هيبرر ليه الحكم ما حسبهاش. انا بعكسها لك، يعني احنا قاعدين بنجادل عشان الكره دي اتحسبت ركله جزاء، انما الكره دي اقرب ليها ان يستمر اللعب. دي من وجهه نظري انا. ممكن قد يكون احمد حسبها بسبب الاهمال، شايف ان محمد الشناوي ارتكب اهمال تجاه لعيب نادي وادي دجله. انما انا من وجهه نظري انا حتى لو يعني انا دي شايف احتكاك عادي، حتى لو بالرجل الاثنين طالعين مع بعض. اذا لا توجد ضربه جزاء في انا من وجهه نظري انا ما فيهاش ركله جزاء، حتى لو عدناها كذا مره. في ناس كتير بيتكلموا على الرجل اللي تحت، الاثنين طالعين في وقت واحد. بص يا كابتن، الاثنين طالعين في وقت واحد مع بعض. يعني دي انا يعني انا لو بحكم في مباراه زي دي صعب ان احسبها، صعب ان احسبها. الا احمد بقى موقفه وتمركزه في الملعب، شايف حاجه، شايف حاجه افضل مننا، خلاص هو مسؤول عن قراره. خليني انا بتكلم، خلينا برضو اتكلم باحساس حكم برضو يا كابتن سليم. هو شايف حاجه بقى احنا شايف مش شايفينها في الزوايا الرؤيه بتاعتنا دي، خلاص يبقى هو مسؤول عن قرار احتساب ركله الجزاء. بس انا من وجهه نظري انا ركله الجزاء اللي اتحسبت لصالح النادي الاهلي ما فيهاش ركله جزاء على اساس انها فيها خطا الاول على رمضان صبحي. ركله الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي انا من وجهه نظري انا ده احتكاك عادي بين لعيب وحارس المرمى. انا افضل كان يبقى فيها استمرار اللعب، بس نرجع بالقرار الحكم قد يكون شايف حاجه افضل مننا. طيب اذا ده كان راي كابتن سمير عثمان فيما حدث النهارده في تديله كم من 10 يا كابتن سمير؟ يعني بالاحداث دي يعني يعني 7 من 10. 7؟ 7 من 10، 7 من 10. طب قبل 63 7، طب بعد 63؟ لا بص، قبل 63 احمد ياخد 10 على 10. 10 على 10؟ قبل الدقيقة 63. بس انت قلت لي كلمة في الأول إن الحكم بيبان في كرات اللي جوه ال 18. صح، الاختبار الحقيقي للحكم، الاختبار الحقيقي هو دخل منطقة الجزاء. وعشان كده دي الدرجات اللي تنقص من الحكم. يعني كرة زي دي اللي تنقصه درجة ونص، كرة تانية برضو نقصه درجة ونص. يعني انا شايف يعني كان لو برضو فيها شيء من التركيز خاصه في الكره الاولانيه، ولو فيه اهتمام برضو في الكره الثانيه كان ممكن كان يبقى القرار مختلف. انما من وجهه نظري انا بعدها لحضرتك تاني، لو انا حكم مباراه الكره الاولانيه هتبقى ركله حره مباشره على رمضان صبحي، والكره الثانيه انا لو الحكم هستمر لعب ما احسبهاش ركله جزاء.
طيب تمام. ده كان رأي كابتن سمير عثمان فيما حدث النهارده في مباراة اليوم. خلينا نروح نشوف برضو سيد عبد الحفيظ في تعليقه على حكام المباراة، بعد كده بقى ارجع اتكلم مع كابتن سمير عن هذا الموضوع. لكن عندي معلومتين، معلومة أنا هقولها ومعلومة تانية حد يقولها لي، يعني حد يقول لي المعلومة اللي أنا مش عارفها، في واحدة أنا عارفها هقولها للناس وفي واحدة حد يقولها لي بقى عشان الأمر يبقى واضح جدا. المعلومة الأولى يمكن يبدو إن الناس ما تعرفش إن كابتن محمود البنا الحكم المصري القدير والدولي، يعني الراجل ده حكم للترجي التونسي أكتر ما حكم لنادي الزمالك، يعني حكم للترجي التونسي في الدوري المحلي آخر موسمين أكتر ما حكم لنادي الزمالك، حكم في استاد رادس في تونس وحكم في استاد المهدي المهيري اللي هو في صفاقس أكتر ما جه هنا بطرسبورت ملعب نادي الزمالك. أنا ماليش علاقة، دي معلومة بقولها مش ناقد على أي حاجة. هل المعلومة صح ولا غلط؟ أنا متأكد إنها صح. في آخر سنتين ده ما حكمش خالص إطلاقا، يعني مش انا اللي اقول لكن انا بقول معلومه. يعني هل الحكم الدوري المصري ما يحكمش في الدوري المصري ويحكم في الدوري التونسي اكتر؟ دي معلومه. الحاجه الثانيه اللي انا معرفهاش، وعايز حد يعرفها لي ويقولها لي امتى، عشان المعلومه دي ناقصه عندي، مش نقد في حد ولا حاجه، هي معلومه. وقبل ما حد يهاجمني او حد يبقى معايا يقول هل المعلومه صح ولا غلط يدهاني، انا مش عارفها بصراحه. يعني في اكتوبر 2017 احنا في 2019 كان في مباراه ما بين الزمالك وطنطا على استاد المحله انتهت 1-1. محمود بسيوني كان في القائمه الدوليه، كابتن محمود بسيوني كان في القائمه الدوليه، حسب ركله جزاء في اخر 10 دقائق. هل كابتن محمود بسيوني بعد اكتوبر 2017 حكم اي مباراه لنادي الزمالك ولا لا؟ انا ما اعرفش المعلومه دي، اللي يعرفها يقولها لي، ما تهاجمنيش بس اسال الاول هل حكم. انا ما اعرفهاش والله، ابعت لي رساله وقول لي حكم مباراه كذا وكذا من اخر مباراه حكم فيها او حصل فيها ضرب جزاء انتهت 1-1. نفس الامر بالنسبه لكابتن محمد صباحي، من 3-4 شهور حكم مباراه ما بين الزمالك وسموحه وحسب ركله الجزاء وانتهت المباراه 1-1. هل كابتن محمد صباحي حكم مباراه لنادي الزمالك بعدها ولا لا؟ هي معلومه قولها لي، ما فيهاش نقد خالص، ماليش علاقه بكابتن احمد غندور النهارده اطلاقا. هل هي ضربه جزاء، هل هي مش ضربه جزاء؟ قول اللي انتوا عايزينه، انا قلت معلومتي وعايز حد اللي انا ما اعرفهاش يردني. يعني هل كابتن محمود بسيوني لما كان في القائمه الدوليه في الوقت ده وبعد ركله الجزاء دي حكم تاني ولا لا؟ وبعد كده كابتن محمد صباحي بعد ركله الجزاء دي حكم تاني ولا لا؟ انا ما اعرفش، هي تهكم ولا نوع من الانتقاد؟ هي معلومه قولها لي بس، ما حدش يطلع يقول مثلا انت بتهاجم حد. انا ما اعرفش المعلومه دي بجد، يعني اللي موجود في الاستوديو سواء كان كابتن اسلام الشاطر او كابتن سمير عثمان في الامور التحكيميه يقول لي محمود بسيوني، كابتن محمود بسيوني مع حفظ الالقاب بالتاكيد، يعني لا حكم المباراه بعد اللقاء اللي انا قلته لك من اكتوبر 2017. وكابتن محمد صباحي بعد المباراه دي هل حكم ولا لا؟ انا ما تقوليش انا، اتفضل قول للكابتن سمير، اتفضل يا كابتن. هو بص كابتن سيد اتكلم في ثلاث حكام، محمود بسيوني ومحمود البنا ومحمد الصباحي. كابتن محمد صباحي تمام. نعم. هو بالنسبه لمحمود البنا ما لعبش ولا مباراه للزمالك، اول مباراه المفروض هيلعبها بكره ماتش الزمالك والمقاصه. فاول استفسار بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ سليم، فعلا محمود ما لعبش ولا مباراه للزمالك من ساعه التاريخ اللي قاله. نيجي بعد كده محمود بسيوني بعد مباراه الزمالك وطنطا، انا مش عارف سؤال كابتن سيد عبد الحفيظ بيسال هل هو لعب للزمالك ولا لعب مباريات عامه؟ لا لعب للزمالك مباريات، لعب للزمالك، ما لعبش بعد مباراه الزمالك وطنطا، وتقريبا اتشال اللي انا فاكره ان هو اتشال. هو للاسف بعد المباراه دي كان في ارسال القائمه الدوليه، تم استبعاد محمود بسيوني من القائمه الدوليه برغم هو صغير في السن ومن ضمن الحكام. يعني كلام سيد كابتن سيد مظبوط في الثانيه، في الاثنين لغايه دلوقتي مظبوطين، احنا بنجاوب واحده واحده. فعلا محمود البنا ما حكمش اي مباراه للزمالك، اول مباراه هي اللي جايه بتاعت بكره ان شاء الله. بالنسبه لبسيوني بعد مباراه الزمالك وطنطا هو للاسف يعني اتشال من القائمه الدوليه بعد المباراه دي برغم هو من الحكام الصغيرين اللي كان ممكن برضو الواحد يدي لهم فرصه ثانيه. الاسباب اللي خلته يتشال فنيه من وجهه نظر اللجنه. اللجنه بس هنا بقى سؤال، يعني هنا سؤال برضو ده للجنه، لو انا هطبق على واحد اسباب فنيه عشان اشيله من القائمه الدوليه يبقى ممكن ناس كتير تتشال من القائمه الدوليه بسبب اخطاء فنيه. انما تيجي على حكم وتشيله، يعني انا متعاطف جدا مع بسيوني حتى لو اخطا في مباراه الزمالك تمام، ان اشيله من القائمه الدوليه عشان خطا مباراه شيء صعب قوي على فكره تمام. نيجي بعد كده محمد الصباحي حكم بعد كده، حكم ماتشات كتيره بس ما كانش طرافه نادي الزمالك. فالثلاث استفسارات بتاعت كابتن سيد اوكي، الاستفسارات بتاعكم هو عارف اجابتها واجابتها طبعا سليمه 100% بالنسبه للبنا وبالنسبه لبسيوني وبالنسبه للصباحي، ما لعبوش بعد كده للزمالك. طب بكرة لماذا لا يتم تعميم هذا الوضع على كل الانديه؟ هو ده المفروض. لا غلط غلط. طبعا يعني ايه حكم دولي ما يلعبش الاهلي والزمالك؟ بص مع احترامي لكل الانديه اللي في مصر، الحكم القوي هو اللي يلعب ماتشات الاهلي والزمالك
كل الانديه طبعا كبيره، انما الحكم القوي لا اقدر يشيل لي ماتشات هو اللي يلعب اهلي وزمالك، يلعب اسبوع اهلي اللي بعده الزمالك الاسماعيلي والمصري، هي دي الماتشات اللي بتجيب الحكم. بس الوضع برضه اللي بيحصل ما هو غلط، ما ده دي اداره، انا ماليش دعوه بالاداره، انا بتكلم في فنية. اللي انا شايفه فنيا لا طبعا مش صح، يعني لو انا ادير لا ما اعملش كده. اصل خلي بالك لو كل فرقه اعترضت على الحكم الاقي حكام منين بعد كده؟ ما هو شيء طبيعي ان الحكم بيلعب ماتشات كويسه وبعد كده ممكن ما يكونش موفق في بعض المباريات، فشيء طبيعي طبعا الحكم لو بيغلط لازم تديله فرصه يلعب تاني، يعني طالما اخطاء مش مؤثره كبيره. يعني كان ممكن اسالك سؤال بعيد عن المباراه وبعيد عن كلام كابتن سيد، ما تحكي لنا ايه كان بيضغط عليك فعلا من بعض الاشخاص؟ انا عارف انت طبعا لا تقبل الضغوط، ولكن انا بتكلم ان انت كان فعلا في حد بيضغط عليك في بعض المباريات، ان انت حد في اتحاد الكوره يعني عموما بشكل عام؟ لا لا خالص يعني لا لا خالص يعني انا حكمت حوالي 26 سنه حكم، من ضمنهم 15 سنه في الدوري الممتاز، تمام؟ مفيش اي حد طبعا الحمد لله ضغط عليا، وما كنتش هسمح لحد يضغط عليا. ليه؟ لان برضو انت لما تضغط على شخص يا كابتن اسلام، لو انت شايف ان ممكن يمشي معاك على الضغوط ممكن، انما في ضغوطات في حكام بيعملوا حساب الاهلي والزمالك على حساب الفرقه الثانيه، طبعا اؤكد لك 100% في حكام للاسف ممكن يحسبوا يعملوا حساب لنادي الاهلي ونادي الزمالك، وده مش في صالح الحكم ولا لصالح الاهلي ولا لصالح الزمالك على فكره. بس دي طبعا حكام بتبقى قليلين ودي عمرهم في الملاعب بيبقى قليل جدا يعني. تمام. انا كنت عايز اسالك برضو يا كابتن سمير عن عمرك حسبت حاجه ولما روحت البيت لقيتها غلط؟ طبعا. بتعمل ايه عادي؟ لا ببقى متضايق طبعا، ببقى متضايق، انت ما تعرفش تنام. لان انت خلي بالك انت لما جيت حسبتها في الملعب انت واثق منها 100%. اما تروح البيت بقى ولا قدر الله تشوفها غلط، ودي طبعا حصلت معايا كتير ومع برضه حكام، ما فيش حكم هيقول لك ما حصلتش، طبعا انت بتبقى متضايق جدا جدا. بس المهم انت تحس بيها اما تروح. المشكله لا قدر الله انت حسيت بيها في الملعب، هي دي المشكله. يعني الحكم، انا بدي نصيحه لكل الحكام، الحكم اللي يغلط في المباراه ينسى الغلط. يبقى غلطه واحده غلطه واحده غلطتين، لان الغلطه الثانيه اخطر. ليه؟ الغلطه الثانيه انت بتعوض، يعني غلط متعمد، يعني بتخطا متعمد. وده طبعا الحكام المفروض يعني يكونوا عارفين النقطه دي. طب اتوقفت قبل كده سواء الاهلي او زمالك؟ ما لعبتش يعني اهلي او زمالك؟ لا انا مره بسبب حاجه كده يعني؟ لا انا مره توقفت بس في ماتش، عشان كان بلعب ماتش الاسماعيلي والاسماعيلي والاتحاد، واخرت بدء المباراه 5 دقايق عشان اذان المغرب. اتوقفت فيها حوالي اسبوعين يعني. لا لكن انا ما رضيتش العب. ليه؟ لان ساعتها جه حمص قال لي يا كابتن انت تلعب، طب لو واحد مات؟ قلت له يا عم خلينا نقعد 10 دقايق ربع ساعه. خوفك يعني عشان ماتش كوره؟ قال لي لو واحد مات. قلت له لا خلينا نقعد 10 دقايق ربع ساعه يعني. تفتكر الحالات دي قد تؤثر على التحكيم خلال الفتره اللي جايه، ولا احنا عندنا الاداره ممكن شخصيه التحكيميه يعني؟ لازم اداره الحكام تبقى شخصيتها قويه جدا جدا الفترة الجاية. لأن كابتن إسلام من الماتشات دي خلاص البونت بقى غالي، محدش هيستحمل بقى يقول لك الحكم بشر والكلام اللي احنا بنقوله للناس، مش هيبقى مقبول برضه ناس كتير. لازم إدارة التحكيم تبقى مركزة جدا في إدارة المباريات، والدليل على كده أنت شايف مباراة الأهلي والزمالك خلاص بيحكموا حكام دوليين بس، لأن خلاص قفلوا عليهم، يعني ما ينفعش حكم مش دولي أديله مباراة للأهلي والزمالك، خلاص يبقى عشان خلاص هو مسؤول بامكانياته بخبراته اللي يقدر يدير بيها المباراه. كابتن سيد كان قاعد مكاني هنا وكان سالك قبل كده واتكلم على موضوع محمود البنا تحديدا، هل تفتكر ان الكابتن عصام عبد الفتاح وتعيين محمود البنا لمباراه الزمالك ومصر المقاصه غدا بسبب ما حدث، ولا هو كان هو انا شايف ليه تصريحات بيقول ان لا انا ما انا قلت كده، انا مبلغ محمود البنا من الصبح النهارده؟ بص على حد علمي ان محمود فعلا متبلغ قبل المباراه، قبل مباراه الاهلي، يعني على حد علمي ممكن يكون محمود البنا متبلغ من النهارده الصبح فعلا، او انا متاكد بنسبه 95%، انا عرفتها بطريقه غير مباشره ان محمود فعلا كان عنده مباراه الزمالك والمقاصه بكره قبل التصريحات اللي اتقالت النهارده من كابتن سعيد. طب لو ما كانش حد اتكلم في هذا الموضوع كنا هنشوف الكابتن محمود البنا يعني؟ بص هو لو كان كابتن عصام معينه من الاول يبقى خلاص اكيد كان هيبقى موجود، بس انت بتتكلم في الاول بقى لو ما كانش حد. سيد اتكلم قبل كده في هذا الموضوع، مش لازم انا يعني. ها؟ انا لسه جاي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. سؤال صعب يعني. الحمد لله على السلامه. البنا برضه رجع شفناه من تونس اخيرا. خلي بالك يعني انا لما كنت البنة بحب اشوف البنا كنت بعمل ايه؟ تفتح تونس. افتح ماتشات تونس اشوف الترجي. خلي بالك البنا من الحكام الموهوبه اللي ما شاء الله عليها. طبعا. يعني الواحد بيستمتع وهو بيتفرج عليها. اتمنى له التوفيق بكره ولازم يرجع. وانا بعود لك بعيد لك حكم دولي ما يلعبش للزمالك ولا مباراه لغايه دلوقتي، لا علامة استفهام. ما لعبش للأهلي ولا مباراة، علامة استفهام. الحكام الدوليين
زي اللعيب الدولي، انا محتاجه في المباراه الصعبه. المباراه الصعبه ايه؟ اهلي زمالك مصري اسماعيلي اتحاد، يلا الفرق الكبيره اللي هي الفرق الشعبيه. اه طبعا مهمه. نعم. ما ينفعش حكم دولي ما يلعبش ولا مباراه لغايه دلوقتي. يعني هو البنا ما لعبش ولا مباراه لغايه دلوقتي للزمالك، اول مباراه ليه. انا بالنسبه لي علامه استفهام مش ظريفه. كمان ده اجهاد يا كابتن، اليومين دول عايزين نشوف تدوير للحكام وروتيشن. مش واحد بيحكم لنادي 10 ماتشات بس، هقول مش 10 ماتشات تحديدا يعني. انا انا بقول على الكثره. اعتقد المسؤولين عن اللجنه يخافوا يعملوا الخطوه دي دلوقتي. ليه؟ اخاف اجرب واحد جديد. لا خلاص العمليه بقت صعبه قوي. عندنا كام حكم دولي؟ عندنا سبعه. سبع حكام بس. بس سبع حكام دوليين، وبنضيف ليهم محمود عاشور ومحمد الحنفي على اساس ان هم خرجوا مقام الدوليه السنه اللي فاتت. دول يعتبروا حكام دوليين. انما هتلاقي الماتشات كلها بتاعت الاهلي والزمالك في وسط بين السبع حكام او التسع حكام، مش هتطلع بينهم الا ممكن تزق الصباحي مثلا يلعب مباراه معاهم. الصباحي من المغضوب عليهم. بس بيلعب برضه الصباحي حاجه كويسه، بيلعب ماتشات ثانيه. بيلعب ماتشات ثانيه مش بس ناجح فيها. انا ممكن يبقى مغضوب عليا بس ناجح، طالما انا ناجح في المباراه بتاعتي ما يهمنيش بقى مين زعلان مني بقى. كان برضه ليها حسابات خاصه. بص التحكيم هو هو فرقه الكوره. دي ليها اداره ودي ليها اداره. ده انت بتحب وبتكره، واي حد يقول كلام غير ده مش هيبقى صادق مع نفسه يعني. كابتن سمير شكرا، شرفتني ونورتني، ويعني نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لحكامنا خلال الفتره ان شاء الله. وانا اتمنى مباراه افضل لاحمد الغندور، اللي هو عنده احمد عنده حاجات اكتر من كده، وهو دخل على مباراه دوليه ان شاء الله ربنا يوفقه في اللي جاي باذن الله. اشكرك يا كابتن سمير، كان يوم طويل. بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان، شكرا جزيلا لنجوم ملعب الاهلي اليوم. زي ما قلت لحضراتكم النهارده ثلاث نقاط هامه جدا جدا في طريق النادي الاهلي للعوده للمنافسه على صداره الدوري العام مره اخرى. الاهلي يعود ل او يقترب من الصداره مرة أخرى خلال الفترة القادمة. هنرجع بقى من بكرة نتكلم تاني على المباريات الأفريقية. أنا موجود بكرة مع حضراتكم الساعة 10:30 تمام بالليل في ملعب الأهلي، وهنرجع بقى نتكلم على المباريات الأفريقية ومباراة سيمبا والتحضير لمباراة سيمبا. هذا هو قدر النادي الأهلي سواء كلاعبين أو كإدارة بتشتغل في كل الاتجاهات، أو هنا حتى في القناة اللي احنا لازم كل يوم، يوم دوري يوم كاس يوم بطولة أفريقية يوم كذا يوم كذا. هذا هو قدر النادي الأهلي. عموما ألف مبروك، ثلاث نقاط هامة جدا لصالح النادي الأهلي للعودة للمنافسة على الصدارة مرة أخرى. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله غدا نلتقي في تمام الساعة 10:30 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.